تصدر اسم الفنانة الكبيرة عبر كامل محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، فما السر؟ ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة عبلة كامل، ونسب إنها التقطت أول أيام شهر رمضان وهي تتناول الإفطار بإحدى موائد الرحمن، وتم نشر الصورة عبر حساب منسوب لاسم الفنانة الكبيرة عبلة كامل بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ونشرت الصورة لتهنئة المتابعين بشهر رمضان مع التعليق: كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا أتابع كل تعليقاتكم الجميلة، شكراً لكم. وجاوب معها عدد كبير من المتابعين وبدأوا في تداول الصورة، وتساءل الكثير لماذا تتناول الفنانة عبلة كامل الإفطار بإحدى الموائد. ولكن الحقيقة إن الفنانة عبلة كامل لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما إن الصورة ترجع لكواليس مسلسلها الشهير سلسال الدم. والفنانة عبلة كامل بعيدة من فترة عن الأضواء ولا تظهر في أي مناسبات حتى خلال الاحتفالات اللي أقيمت للنجم محمد صبحي، وظهر كل النجوم معه في أعماله، وعبلة كامل لم تحضر، وألقى محمد صبحي كلمة حينها إنه تمنى حضورها لتكريمها لمشوارها الفني. والفنانة عبلة كامل ولدت بمحافظة البحيرة وتخرجت عام 1984 في كلية الآداب قسم مكتبات، وبدت حياتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول أعمالها مشاركتها في موندراما بعنوان نوبة صحيان، ثم ظهرت بعدها بمسلسل الشهد والدموع، واختارها يوسف شاهين بعدها وشاركت في فيلم وداعا بونابرت، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر واللي حققت نجاح كبير. واستمرت عبلة كامل في مشوارها ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، ووسط كل هذه الأعمال كان هناك أدوار لا تنسى للنجمة الكبيرة، منها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أمام الفنان الراحل نور الشريف، واللي ما زال بيحقق نسب مشاهدات عالية لحتى الآن، وأيضاً دورها في مسلسل حديث الصباح والمساء، ذلك العمل اللي ضم عدد كبير من النجوم، وقدمت عبلة كامل دور مميز بشخصية جليلة.